الخلل الفني مضبوط الآن يا شريف غباشي، يا أحمد غباشي الطاقم الفني يقول على أبدع ما يكون. يا سلام، تفضل أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. نحيي الإخوان الحضور ونرحب بالمشاهدين الكرام، ونرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون مجلسنا هذا مفيد لنا والغير. والتربية شأن عظيم، و يقال في مقولة قال لها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول ابنك داعبه أو لعبه 7 سنوات، يعني من صغير 7 سنوات، وربه 7 يعني من 7 إلى 14، وخويه في 7 يعني لقي 21 يخلي خوي. فالطفل مثل العجينة والأساس، كل شيء له أساس، البيت له أساس وكل شيء له أساس. أنت الطفل الصغير إذا ربيته تعلم حسن الكلام، الأدب، وهذا الصح وهذا الغلط، وكيف يتعامل مع الناس، وش الأشياء اللي المفروض أنه يتجنبها من الناس الغرباء. فمن البداية يعلمه كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن، يحاول يعلمه شوي شوي السور القصار، يعلمه الحروف. الأب والأم هي مشتركة للمسؤولية، ما يقول والله انتظر ولد لين يروح المدرسة أو الروضة، خله لما يروح المدرسة يكون حافظ جزء من عمه، يكون مثلا يعرف بعض الحروف، يعرف بعض الأرقام. علمه الأداب، كيف يحترم الكبير، كيف يحترم يرحم الصغير، كيف يتعامل مع الناس، يعطي الطريق حقه، ما يرمي الأشياء. فالطفل إذا ربي واهتم فيه، اهتم فيه الأب والأم مسؤولية، أكيد يعني ترتاح وللأمر يا الله اصلح، لان خلاص هذه الامور اللي انت علمت فيها تغرس فيها، تكون خلاص ما ينسى. الصغير هو صغير كل الكلام يفيد معه، لكن لما يكبر خلاص ما عاد ينفع الكلام. صحيح. فسبحان الله يكون اذا والله تعودنا على حفظ القران، يتحصل حافظ القران، الكلام الطيب، احترام الرجال، يعني الاحترام واجب حتى في مثلا السلام على الرجال في المجلس، كيف تتعامل مع الرجال، كيف تستقبل الرجال، كيف تعطي الكبير حقه قبلك. فالتربية لها دور كبير، يعني مسؤولية على الأب والأم. ثم بعد كذا يأتي دور المعلم، ويأتي دور المسجد، ويأتي دور الجماعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأبنائنا وأبناء المسلمين. والأخوان أكيد أعطوا أكثر مني وأحسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونجعل كلامنا محسوبا لنا، ليس محسوبا ولا محسوبا علينا. الله يجزاك خير ابو خالد. انا اللي مقصر عليها ترى يا ابو عبد الله، انا اللي مقصر عليها. نعم، معليش ارفع عليها.